أزمة جديدة تشهدها الساحة السياسية في مصر طرفاها المجلس العسكري الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين. الجماعة وإثر تعثر محاولاتها لسحب الثقة من الحكومة من خلال مجلس الشعب أصدرت بياناً اتهمت فيه المجلس العسكري بمحاولة إيجاد الثورة وربما الرغبة في تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة بدعمه لحكومة الجنزوري. المجلس العسكري رد ببيان شديد اللهجة أعرب فيه عن استيائه البالغ من التشكيك في نياته وفي استقلال المحكمة الدستورية العليا من قبل إحدى القوى السياسية التي لم يسمها، وإن فهم الجميع أن المقصود جماعة الإخوان المسلمين. وحذر المجلس في بيانه تلك القوى من محاولات الضغط عليه ودعاها لاستيعاب دروس الماضي. تعقيد آخر أضيف للمشهد نتيجة انقسام حاد حول اللجنة التي انتخبت لوضع الدستور بعد الاتهامات بهيمنة الإسلاميين عليها. هل الخلاف حول حكومة الجنزوري هو السبب في الأزمة بين الجانبين أم أن المشكلة أعمق بكثير؟ هل هناك صراع على تشكيل ملامح مصر في المرحلة المقبلة بين الإخوان والعسكر؟ وإلى أين يقود ذلك الخلاف البلاد؟ ما خيارات الجانبين وما دور باقي القوى السياسية ولمن ينحاز الشعب؟ كل هذه النقاط وغيرها هي موضوع حلقة اليوم من برنامج أجندة مفتوحة التي أصحبكم فيها مشاهدي ومستمعي بي بي سي. أنا محمد سيف النصر وأرحب بضيوفي وهم عبر الهاتف من القاهرة المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الأسبق لنادي القضاة في مصر والمهندس ممدوح حمزة الاستشاري المعماري والناشط السياسي واللواء دكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية وهنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم منير القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. ولكن قبل أن نبدأ الحوار سنستعرض أهم ما جاء في البيانين اللذين كشفا عن تصاعد الخلاف بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين. استنكر بيان الإخوان ما وصفه بحماية المجلس العسكري لحكومة كمال الجنزوري وتحصينها من العزل، ووصف البيان حكومة الجنزوري بأنها فاشلة واتهمها بافتعال أزمات يومية في ضرورات الحياة مثل البوتاجاز والبنزين والسولار ورغيف الخبز. كما تساءل بيان الإخوان عن هدف إبقاء المجلس العسكري على تلك الحكومة، وهل هو إجهاض الثورة أم رغبة في تزوير انتخابات الرئاسة؟ ورد المجلس العسكري مستنكرا محاولات إحدى القوى السياسية التشكيك في النيات إزاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة والاستفتاء الشعبي على الدستور. كما اتهم المجلس العسكري تلك القوى السياسية بالتشكيك في نزاهة واستقلال المحكمة الدستورية العليا والسعي لتحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء. وطلب المجلس الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماض لا يريد له أحد أن يعود. إذن مشاهدينا نبدأ هذا النقاش، أبدأ تحديدا من ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ إبراهيم منير. يعني عنف لغة الحوار بين المجلس العسكري والإخوان عبر البيانات التي صدرت مؤخرا ربما يكشف عن أزمة حقيقية بين الجانبين. هل فعلا حكومة الجنزوري والإصرار من جانب الإخوان على تغييرها هي الأزمة أم أن هناك أبعاد أخرى للمشكلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء أنا أتصور أنه ليست الأزمة بين المجلس العسكري وبين فصيل سياسي وهو الإخوان المسلمين فقط، إنما في أزمة حقيقية بين المجلس العسكري بإداراته الموجودة الآن وبين فصائل سياسية كثيرة، ولعل كل الفصائل السياسية الموجودة في مصر. ومصر ليست محصورة، مصر أكبر من المجلس العسكري والإخوان، مصر أكبر من كل من هذين الفصيلين إذا جاز تشبيههما بفصيلين يعني. نعم، لكن عبر البيانات الأخيرة يعني استاذ إبراهيم ظهرت الأزمة تحديدا بين الإخوان والمجلس العسكري لنكن محددين. يعني ما حدث من بيان الإخوان، أعتقد أن التداعيات السياسة أو تنفيذ الحكومة في الفترة الأخيرة تحتاج فعلا إلى وقفة شديدة كمان، وبيان أشد من أكثر من هذا الكلام. وأنا أضرب مثال، هذه الحكومة لا أعتقد أنها تدار من داخل مجلس الوزراء، إنما تدار من خارجه. ما قيل عن الدكتور عصام شرف عندما استقال وبعد أن استقال كان يقال أنه لا يحكم في أكثر من مكتبه، لا يتحكم في أكثر من مكتبه. وأضرب مثال بموضوع أزمة البنزين والسولار الأخيرة، عندما يخرج وزير التموين ويقول أن هناك شخص معين يحدد جهة محددة ويحددها بالاسم أنها المسؤولة عن هذه الأزمة، ولا ندري ولا تقوم الدولة أو الوزارة باتخاذ أي إجراء.
ثم ما قيل في ونشرتها كل الجرائد والإعلام قيل إنه ضبطوا بعض صهاريج البنزين ترمى في الأرض، ثم لا يقدم ولا يصدر بيان ولا يؤتى بهذا الرجل الذي فعل ذلك. وما يقال إلا أن المجلس العسكري لأنه يعني هو الذي يدير الأمر فأصبح هو المسؤول وليست حكومة الجزور، فلا بد أن يكشف الأمر ويتقدم المجلس. أي أمر يعني هي تقصدون أن ما يحدث هو تقصير أم أن هناك أبعاد أخرى لتقييمكم هذا لأداء حكومة الجنزور؟ أمر تسيير العمل اليومي في الدولة، من هو الذي يقوم عليه؟ إذا كانت حكومة الدكتور الجنزور القائمة عليه لابد أن تستقيل وتذهب. تستقيل لماذا السبب؟ يعني هل للتقصير أم تتهمونها اتهامات أخرى؟ لا للتقصير يا سيدي، التقصير الآن انفلات الأمني، ما حدث في أزمة السرار والبترول، هذا الكلام طيب. لا يحتاج إلى وقفة، غيرها بلاوي كثيرة. لا أنا أريد الآن طيب. حسب وقت المرجع أن نتكلم فيها يعني. طيب ربما أتحول إلى اللواء دكتور نبيل فؤاد، يعني إذا كان الإخوان المسلمين فقط يرون أن الحكومة يجب أن تذهب حكومة الجنزوري لأن أدائها لا يرقى إلى يعني مستوى الأحداث الحالية في مصر، لماذا جاء الرد يحمل بعض التشدد والعنف من جانب المجلس العسكري برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني هو بداية حزب الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين فهم شيء واحد، يبدو أنه يريد أن يستحوذ على كل شيء في لحظة، وهذا ما قاله المرشد العام للإخوان المسلمين أول أمس، قال أننا تملكنا التروس الآتية: مجلس الشعب، مجلس الشورى، ثم اللجنة التأسيسية، ويتبقى لنا بعد ذلك انتخابات الرئاسة. يعني ثقافة الاستحواذ هذه بتدفعهم ربما في الاتجاه الخطأ. ما يجري على أرض مصر يهم الشعب المصري كله وليس الإخوان المسلمين فقط وليس حزب الحرية والعدالة فقط. هم يقولون أن الشعب انتخبهم، نعم، ولصناديق الانتخاب احترامها الكامل، ولكن للشعب أيضا احترامه الكامل حينما يقول للإخوان المسلمين لا، فيجب أن يتوقفوا ويقدروا موقفهم جيدا. هم يعلموا أنهم فقدوا الكثير على أرض الواقع طيب. في مصر الآن، وربما يعني لو عيدت الانتخابات سيادة اللواء تقول أن هذه النسبة تقول أن الشعب حصلوها عذرا، تقول أن الشعب يعني عندما يقول لهم لا عليهم لا أحد فقط يعني استفسار. من فضلك لا تقاطعني، أنا لا أقاطعك، فقط استفسر. يعني تقول أن الشعب قال عندما يقول الشعب لهم لا عليهم أن يتوقفوا، لكن الشعب قال فعليا لهم نعم في صناديق الانتخابات، متى قال لهم لا؟ يا سيدي لا تقاطعني، من فضلك أنا لم أقاطعك، تفضل أنا استفسر منك فقط، لم أقاطعك، تفضل اكتب الذي تريده ثم استفسر. تفضل يا سيادة اللواء، تفضل. بالنسبة لحكومة الجنزوري، لو كان حزب العدالة يعني على درجة من الحصافة، المتبقي شهرين لو تولى أيا كان من خيرة رجال حزب الحرية والعدالة، ونحن نعلم أن بهم رجال على مستوى عالي في الاقتصاد والسياسة وخلافه، ولكن المدة قصيرة، لو تولى أيا منهم مدة الوزارة، مدة هؤلاء هذين الشهرين، هو ومجموعة من الوزراء الجدد، ستغرق البلد أكثر مما هي فيه الآن. يعني لابد أن يكون لديهم درجة من الحصافة حتى لا يحرقوا كوادرهم. أي كادر النهاردة، إسلام الشاطر متأسف، أي كادر من كوادرهم لو عين اليوم كرئيس للوزراء لابد أنه سيحرق، لأنه لن يتمكن من عمل أي شيء. الجنزوري كلنا لمسنا على أرض الواقع الكثير من إنجازاته، يعني المشكلة كبيرة والمقاومة من عناصر أخرى كثيرة، والرجل له في ذهنه الموقف المصري، هو أستاذ تخطيط يحاول أن يلملم الأمور، يحاول أن يسد بعض الثقوب الموجودة في المركب المصري قدر الإمكان، ولكن كما قلت التركة ثقيلة وهو يحاول طيب. فلن يتمكن أحد خلاف الجنزوري في هذه المرحلة أن يفعل نصف ما يفعل. لو جت أي حكومة من حكومات مصر السابقة
لمدة 10 سنوات، لمدة 4 5 سنوات، لن يمكنها أن تنجز ما تم في العام الماضي، مش فترة الجنزوري، العام الماضي بكامله. طيب إنما كما قلت هي ثقافة الاستحواذ ليس إلا. طيب هذا فعلا يلخص يعني ما ركزت عليه. اللجنة التأسيسية نعم ورئيس كل شيء. طيب هذا يلخص يعني ما النقطة التي ركزت عليها سيادة اللواء، هو أن المجلس العسكري ربما يرى أن الإخوان المسلمين يسعون للاستحواذ على كل شيء، وهذا ما أتوجه به للمهندس ممدوح حمزة. كيف ترى أنت الوضع؟ يعني الإخوان يقولون حكومة لم تقدم شيء، هناك إمكانية لفعل المزيد للتعامل مع القضايا الملحة للشعب المصري في هذه المرحلة. المجلس العسكري يرى أن الإخوان يحاولون السيطرة على كل شيء. ما الذي تراه أنت؟ يا فندم، أولا هبتدي بحكومة الأستاذ الدكتور الجنزوري وتعليق الإخوان عليهم. الإخوان هيعلقوا بنفس التعليق بغض النظر مين رئيس الحكومة الجاي، لأنهم بيصوبوا الهدف، عاوزين الحكومة. زي ما سمعنا أخذوا المجلس الأول والمجلس الثاني والجمعية التأسيسية، وعندهم شبق للحكومة، فهيوجهوا السهام تجاه الحكومة طالما مش نبع منهم. ده ملاحظة رقم واحد. ملاحظة رقم اتنين، أنا بضم صوتي لسيادة المستشار زكريا عبد العزيز أن بالفعل حكومة الجنزوري بتحاول، هي جاية فترة قصيرة. الدكتور الجنزوري عنده خبرة. أنت تقصد اللواء دكتور نبيل فؤاد يا سيادة يا مهندس ممدوح، أنت تقصد اللواء دكتور نبيل فؤاد، لأن المستشار زكريا لم يبدأ المشاركة بعد. المتحدث السابق بغض النظر، أنا آسف على الاسم، ذكر أن أداء الدكتور جمال الجنزوري أقل ما يوصف به مقبول، لأنه هو أولا رجل عنده خبرة، عارف ملفات الدولة كويس جدا، بيحاول يفعل المشروعات اللي واقفة، بيحاول يحفظ الاشتباك ما بين بعض المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع والدولة، بيحاول يعمل الدور بقى على المجلس اللي جه، والمفروض أن الشعب انتخبه، وهم جم وقالوا 24 وعد في الخطبة الأولى لسعد الكتاتني، الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس الفاضل. نعم. سيادته وعد ب 24 وعد من خطابه لم يبدأ في أي واحد منهم. يعني لم نرى مثلا، زي بقول هنحقق العدالة الاجتماعية، لم نرى مثلا أن طلعوا تشريع للحد الأدنى. طيب. أو تشريع للحد الأقصى. أستاذ ممدوح. أو تشريع للحسابات الخاصة والصناديق الخاصة. طيب كيف؟ أو تشريع للضرائب التصاعدية. نعم. كيف يقوم المجلس بهذا والحكومة تبدو أنها ليست متعاونة معه؟ يعني. لو تسمع يا فندم. لو تسمع أكمل كلامي يا فندم. اتفضل. أكمل كلامي. تفضل. مش ممكن يبقى هم في ايدهم سلطة تشريعية المفروض يبلوا فيها بلاء حسنا، لا يفعلوا شيئا مطلقا، وبعدين يبصوا على السلطة التنفيذية يبتدوا ينتقدوها، ليس بغرض النقد قد ما هو بغرض الانخضاض عليها وضمها لسلطتهم. طيب استاذ يعني ابراهيم منير، ربما سمعتهم يرون الضيفان ان هناك ما هو اكبر من مجرد عدم رضاكم عن اداء حكومه الجنزوري. الاستحواذ ارجو ان يراجع فيها الساده الكرام، عندما اقول مرشد ان الشعب مراحل انتهت منها الشعب المصري، مش الاخوان المسلمين الذي انتهوا منها، انتهت مراحل المجلس، انتهت مرحله مجلس الشعب، وانتهت مرحله مجلس الشورى، ومصر مقبلة على انتخابات الرئاسية. ليس الإخوان المسلمين هم الذين انتهوا والذين هم عملوا، وأنا لعلي قلت في أول أمر أن مصر أكبر من الإخوان المسلمين والمجلس العسكري مكتمل. لكن اسمح لي أستاذ إبراهيم، يعني حتى بيان الإخوان ربما تضمن ما قد فهم على أنه يعني يصب في مسألة عملية الاستحواذ أو الصراع على السيطرة على مؤسسة. دعني فقط أوضح لك، يعني بيان الإخوان اتهم المجلس العسكري أن ربما الهدف من الاحتفاظ بحكومة الجنزوري هو السعي للتزوير في الانتخابات الرئاسية. يعني أن الإخوان لديهم مخاوف بشأن هذه المرحلة من العملية السياسية في مصر، وهذه المحطة من صراع القوى والصراع على السلطات في مصر. لا سيدي الكريم، لما تظل أجهزة الدولة القديمة
البيروقراطية ما زالت موجودة، والذين صار الشعب المصري على أدائهم ما زالوا هم الذين يعني يمسكون بمفاصل الدولة. أليس هذا الأمر فيه سلبية شديدة جدا على مستقبل مصر؟ وما زالت أنا أقول الآن، أنا ضربت مثال بسيط جدا حتى لا نضيع وقت البرنامج ووقت السادة المشاهدين. أزمة البنزين الأخيرة، أزمة السولار الأخيرة، لماذا لا تكون هناك شفافية؟ هو الأمر من يدير من يدير؟ أنا أتصور كمواطن مصري أقول من يدير الأمر في مصر؟ طيب. من يدير؟ هل الحكومة برئاسة الدكتور الجنزوري أو المجلس العسكري؟ أنت طرحت هذا التساؤل، سنفيه معنا طبعا للتطرق إليه، لكن نتحول إلى المستشار زكريا عبد العزيز رئيس الأسبق لنادي قضاة مصر، سنعود طبعا إلى هذه النقطة. يعني مستشار زكريا، دعنا نناقش البعد الدستوري لمسألة يعني سحب الثقة عن حكومة كمال الجنزوري. يعني الحزب الحرية والعدالة الذي يمثل الإخوان المسلمين يطالب بسحب الثقة عن هذه الحكومة وإسقاطها، لأن هناك برلمان منتخب شرعي من الشعب المصري، وهناك تأويل آخر، والمجلس العسكري في ربما رسائل وبيانات أخرى سابقة قال إن هذه ليست من سلطة البرلمان وهذا الأمر خاص برئيس الجمهورية القادم. من الناحية الدستورية ما قولك؟ الحقيقة فعلا أن الإعلان الدستوري وهو أخذ بالنظام الرئاسي ولم يأخذ بالنظام البرلماني، حتى نستطيع أن نقول أن الأغلبية المنتخبة في البرلمان تستطيع أن تشكل البرلمان بغرفتي، سواء كان مجلس الشعب أو مجلس الشورى، فهذا كلام حقيقي أن البرلمان يخضع أو الدولة كلها تخضع للنظام الرئاسي الذي لا يتيح للبرلمان حسب أغلبيته أنه يشكل الحكومة. فالحكومة اليوم هي في يد المجلس العسكري الذي بيده مقاليد الأمور ويتولى اختصاصات رئيس الجمهورية. أما عن وزارة الدكتور الجنزوري فطبعا واضح تماما أنها حكومة عاجزة عن أداء أي شيء، وده أنا أعتقد أنه راجع إلى إحساس المسؤولين فيها إلى أنهم يعني وزراء تسيير أعمال، يعلمون تماما منذ دخولهم إلى هذه الوزارة أن وضعهم مؤقت، والإنسان الذي يشعر بأن وضعه مؤقت لا يمكن أن يبدأ في خطط قصيرة أو طويلة، ولا يمكن أن يبدأ في بذل جهد وهو يعلم أنه خلال أشهر قليلة سيرحل عن هذا المكان. أنا أعتقد هذا هو شعور الوزراء الموجودين. فضلا عن ذلك فإن هناك النظام السابق قد استولى على كل الجهاز الحكومي والجهاز الإداري في مصر، فلا تجد في أي وزارة إذا غيرنا الوزير فتجد وكيل أول وزارة ووكلاؤه، حتى مكتب مديري مكاتب الوزراء كلهم من النظام السابق الذين لا يريدون أبدا للنظام الجديد أنه ينجح ويتولون محاربته، وهذا هو سر الأزمات التي نتعرض لها في مصر. إن لم يستأصل ويبتز من جذوره هذا النظام القديم، نظام مبارك، لن تنجح أي حكومة. كنت أتمنى من أن جماعة الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين أنهم يبدأوا أولا تطهير الجهاز الحكومي والإداري من فلول النظام السابق حتى إذا ما تولوا. مستشار زكريا، كيف لهم هذا وهم ليسوا في الحكومة، ليسوا في الجهاز الإداري للدولة؟ كيف لو يتسنى لهم فعل ما تقول أو ما تتحدث عنه؟ لا يستطيعون بفضح بالتشريع الذين يحدثون الأزمات، يستطيعون في مجلس الشعب أن يتحدثون في عرقلة الجهود التي تبذل، يستطيعون كشف كل وفضح هؤلاء الذين يتولون في كل شيء، ده بما فيها حتى يعني مثلا الإعلام والإعلام، وإحنا نعلم جميعا من رجال النظام السابق يتولون هذا الجهاز الخطير جهاز الإعلام، ومع ذلك الآن هم يتولون مجلس الشورى المشرف على هذا الجهاز، ورئيس مجلس الشورى هو نصب بالأمس أو أول أمس رئيسا
للمجلس الاعلى للصحافه، ومع ذلك وتشكل مجلس الشورى منذ اكثر من شهر، ومع ذلك لم يفكروا في اقصاء رؤساء التحرير او بعض الصحفيين او جهاز التلفزيون من هؤلاء التابعين للنظام السابق والذين يبثون سمومهم في كل معركة بما فيها حتى معارك الكورة التي كان من أسباب من أسبابها الحادث الوقع في بورسعيد. طيب ستبقى معنا طبعا طوال الحلقة مستشار زكريا عبد العزيز، فقط تحول إلى اللواء دكتور نبيل فؤاد، يعني ما طرحه المستشار زكريا يعني أطرحه عليك أنا بصورة أخرى، من فعلا له مسؤولية يعني تطهير أجهزة الدولة من عناصر ربما تابعة للنظام السابق تعيق عمل الحكومة أو تعيق عمل الأجهزة الإدارية للدولة؟ يعني المستشار زكريا يقول أن للبرلمان قوة التشريع التي تطيح له هذا، آخرون يرون أن المجلس العسكري هو الجهة الحاكمة الفعلية في مصر، وأن حتى حكومة الجنزوري كما يقول الإخوان تعمل بإرادة المجلس العسكري. بالنسبة للمجلس العسكري، المجلس العسكري فوض المجلس التشريعي في السلطتين التشريعية والرقابية، هو لم يمارس أي شيء منذ اجتماع أو توليهم المسؤولية في مجلس الشعب، لم يتناولوا أي شيء، وإنما هم يقوموا بالأعمال اليومية، حادث حصل هنا، حادث في بورسعيد، اعمل لجنة تحقيق، حادث مش عارف في اللي هم المساجين اللي موجودين في ترى، ابعت لجنة تحقيق. لا، هذا ليس دور المجلس الشعب، هم تشتتوا ولم يفكروا في عملهم الرئيسي، هذه واحدة. بالنسبة لرئيس الوزراء، رئيس الوزراء فوض في كل صلاحيات مجلس كل صلاحيات رئيس الدولة. إذا كان هناك مطلوب عمليات تطهير، عمليات التطهير دي هتهز الدولة هزة شديدة، تحتاج لبعض الوقت حتى تتوازن الدولة بعدها. لذلك أنا في اعتقادي أنه حينما يجيء رئيس جديد ثم تجيء وزارة جديدة ويشكلها حزب الحرية والعدالة، عليهم أن يقوموا بعملية التطهير بما لا يربك الدولة أكثر ما هي مرتبكة. أنا بس اللي أنا عايز أقوله لحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين، يعني لا داعي للاستفزاز. لو كان المجلس العسكري يزيف الانتخابات ما كنتم وصلتم إلى الحكم، ما كنتم وصلتم إلى ما أنتم فيه الآن. المجلس العسكري سخر 21 ألف جندي و10 آلاف ضابط و4 آلاف عربية و20 طيارة علشان تقدر تلبي مطالب إجراء عملية الانتخابات بشفافية كاملة بدون أن والدي العالم كله شاهد بيها. لذلك يعني كان عيبا عليهم انهم يحاولوا انهم يشككوا في المجلس العسكري. طيب سيادة اللواء، ايضا المحكمه الدستوريه نعم سنضطر فقط للتوقف، ليس من حقهم ايضا انهم يشككوا فيها، يعني نعم يعني القضاء هو الملاذ الاخير، نعم هو والقوات المسلحه. طيب اذا اردتم ان تصطدموا بالقوات المسلحه طيب والقضاء يبقى ماذا سيتبقى في مصر؟ طيب لنتابع هذا النقاش بعد أن نتوقف لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة باقي تفاصيل هذه الحلقة من أجندة مفتوحة، لا تذهبوا بعيدا. للحصول على خدمة الأخبار العاجلة على الاسماس، ابعث رسالة نصية عليها بي بي سي اي لشركة الاتصالات الخاصة بك.
أحييكم مجددا مشاهدي ومستمعي البي بي سي في هذه الحلقة من برنامج أجندة مفتوحة، نواصل فيها هذا النقاش حول الأزمة الأخيرة بين المجلس العسكري والإخوان المسلمين في مصر. قبل أن نواصل هذا الحوار سنتابع بعض ما ورد داخل مجلس الشعب المصري من تجاذبات بين النواب وحكومة الدكتور كمال الجنزوري التي يطالب الإخوان المسلمين بسحب الثقة منها. نتابع. المجزرة كما رصدتها عدسات المصورين وروايات شهود عيان كانوا موجودين بالاستاد، يقف وراءها تقصير وإهمال أمني جسيم يصل إلى حد الإخلال بواجبات الوظيفة. قول للإخوة الذين وقفوا ليقولوا أنني مسؤول، فأنني مسؤول ومستعد لأن أقابل أي أحد وأي أجهز وأي مؤسسة لتحاسبني، لأن أنا أعلم أنني مسؤول سياسياً، ومسؤوليتي السياسية هي التي أبقت علي بالأمس حتى اليوم دون أن أخلع ملابسي. إن اللجنة توصي بما يلي: 1. تحميل السيد وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن قتل وإصابة المتظاهرين، ويتخذ المجلس الموقر الإجراءات الخاصة لسحب الثقة منه. استهدفت القاهرة والإسماعيلية والإسكندرية والسويس والدقهلية والغربية والمنيا، وكلها في توقيت واحد بذات الأسلوب، ضرب الحجارة وضرب البلوتوف، واضطرت القوات اللي تضرب الغاز، وقلنا لهم يا أخواننا مبادرة منكم تعالوا، إحنا مش عايزين نرجع تاني لمنطقة الصفر. الأزمة ليست وليدة هذه الحكومة، الأزمة بقى لها سنين طويلة. الأزمة حضرتك بتتعامل مع منظومة 3500 محطة بنزين، أنا بقول لحضراتكم في خطة، إنما مش هتخلص. يعني الأزمة نهائيا محتاجة عناصر أخرى. السيد الوزير برأ نفسه وأدان حكومته، قال الفلوس موجودة والمنتج موجود، طب مين المشكلة؟ المجلس المشكلة؟ هذه الأزمات مفتعلة. أين دور الحكومة؟ هذه الحكومة تصنع لنا الأزمات، هذا شيء غير مقبول. هل نحن غير قادرين على إرضاء هذا الشعب؟ أتحول إلى المهندس ممدوح حمزة. يعني مهندس ممدوح، ربما كان لك رأي في ما بدأ كصراع بقوة بين الإخوان وبين المجلس العسكري وحكومة الجنزوري. يعني البعض يرى أن حكومة الإخوان، عفوا، أن البرلمان الذي له أغلبية للحزب الذي يمثل الإخوان منوط به أن يقوم بدور أكثر فاعلية في تطهير البلاد من عناصر للنظام السابق وعناصر ومشاكل تعيق يعني مضي البلاد قدما على الطريق الصحيح. البعض الآخر يرى أن المجلس العسكري هو الحاكم الفعلي للبلاد، وهو الذي أتى بحكومة الجنزوري وهي التي تعمل يعني بتفويض منه، فهو يتحمل المسؤولية. أولا لازم ألا نفصل ما بين المجلس العسكري والحكومة، لأن الاثنين مع بعض اسمهم السلطة التنفيذية، إلى أن بعض حتى القانونيين بيعتبروا الرئيس الوزراء الفعلي في البلاد هو رئيس الجمهورية، وأن رئيس ما نسميه رئيس الوزراء ما هو لرئيس مجلس الوزراء. إذن عندنا سلطة تنفيذية اللي هي حاليا المجلس العسكري والحكومة، وعندنا سلطة تشريعية اللي هو مجلس الشعب ومجلس الشورى. مجلس الشعب ومجلس الشورى مهمته ممارسة سلطة التشريع ومراقبة السلطة التنفيذية، يعني مراقبة أيضا رئيس الجمهورية اللي هو مراقبة أيضا المجلس العسكري إذا رأوا في ذلك أنهم يستطيعون أن يدعوا بدولهم. إنه نقطة هنا بقى زي ما قال سيادة المستشار زكريا، أين التطهير؟ ما تم الوعد به في خطاب السيد رئيس مجلس الشعب
ان هو يلبي كل طلبات الثوره. كان اول طلب هو التطهير والعزل والعداله الاجتماعيه. ايوه من حقهم يقولوا احنا عاوزين نشوف البنك المركزي بيعمل ايه، الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بيعمل ايه، جهاز المحاسبات بيعمل ايه، عاوزين نشوف الشركات ورؤسائها. هو دي المراقبه التنفيذيه. طيب فلو انا براقب على السلطه التنفيذيه اقدر اراقب على اي وزاره وعلى اي هيئه وعلى اي مؤسسه. طيب أنت واجيب رئيسها واتهمه بالاهمال واطلب تغييره. سيادة المهندس بس ما عملوش كده. نعم انت الكلام ده كله الاخوان ابتدوا يحاربوا. نعم لما فعلوا ذلك او البرلمان ذو اغلبية الحزب الذي منبثق عن جماعة الاخوان لم يفعل بذلك، يعني انت غير راضي عنهم في هذا الشأن، لكن هل انت راضي عن المجلس العسكري وحكومة الجنزوري حتى الان وفقا لادائهما؟ لا بالطبع انا مش راضي، بس احنا لنا اهداف لم تتحقق مش ثورة منها شيئا. يعني المجلس العسكري كان مسؤول عن التطهير والعزل لحد ما جه مجلس الشعب وما عملش حاجه. طب لما جه مجلس الشعب بقى وده المفروض مجلس ثوره وبيقول عنده اكثريه وفي ايده كل الصلاحيات، نتوقع ان يقوم به ما لم يفعله المجلس العسكري اللي احنا بنعتبره كان يعني بيحاول يلصم في الامور. اين انت يا مجلس شورى ومجلس من الاعلام وانت يا مجلس الشعب من التطهير؟ لم يقوم بأي شيء من الشعب منتظر منهم، سابوا تركوا الكلام ده وبدأوا يهاجموا. لكن يعني يبقى الجنزوري مهندس ممدوح العسكري بدون أن يقوموا بواجبهم. يبقى المجلس الشعب يعني هو الجهة التشريعية ليس جهة تنفيذية، يعني هو يحتاج لجهة تنفيذية متعاونة معه لتنفيذ ما قد يراه. يعني نرى حتى أن بعض الوزراء حتى مهندس لا يتعاونون مع الاستجوابات وطلبات الاستجواب في المجلس. يا فندم الموضوع في بالذات في التطهير يجب أن يكون لجنة تتشكل في مجلس الشعب زي ما قال السيد الدكتور سعد الكتتني في أول خطبة لي أن احنا هنعمل جاهدين لتحقيق جميع أهداف الثورة. أهم هدف من أهداف الثورة بعد إقالة المخلوع كانت التطهير. نعم. تطهير مؤسسات الدولة من الفساد ومن رموز النظام السابق. نعم. هل قام طيب مجلس الشعب ومجلس الشورى بتشكيل لجنة مهمتها التطهير؟ طيب مهندس ممدوح البديل كيف يكون في هذا الاتجاه ابدا؟ هل البديل قد يكون الانقلاب على مجلس الشعب ربما، وحل البرلمان في ظل هذه الاوضاع وبقاء السلطه فقط للمجلس العسكري؟ طبعا المجلس الشعب المجلسين مجلس الشعب ومجلس الشورى مطعون في عضوياتهم، في 650 طعن على العضوية، في عدد كبير من القضايا في التزوير وخروقات، وأيضا في حكم طلع من المحكمة الإدارية حول المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية وقانونية الانتخابات من أساسها. طيب بس كثير من الآراء رأت مهندس ممدوح يتم البت فيه أن هذه المشاكل كانت مشاكل صغيرة ولا تنقص أو تنتقص من شرعية المجلس، وأشيد بنزاهة الانتخابات وبأن المجلس جاء بعد انتخابات نزيهة وشرعية سواء من الداخل وسواء من الخارج، كانت هذه الإشادة. يا فندم العبرة بالقانون، مش العبرة أن حضرتك وأنا نقعد على الشاشات ونتكلم. في قضايا معروضة في المحاكم وفي حكم محكمة إدارية طلع بأن هناك شيء غير قانوني في عدم المساهمة بين أفراد الشعب في قانون انتخابات مجلس الشعب. طيب والأمر معروض على المحكمة الدستورية العليا، لو صدقت على هذا الحكم خلاص مجلس الشعب الحل. هو طيب مجلس الشورى ونحن نتحدث بل مش عن كده بس مشروعية ينعكس أيضا على انتخابات الرئاسة. تمام. طيب ونحن نتحدث وهناك عن قضية تم كان هناك قضية بتسعة مليون صوت مزور. طيب اسمح لي مهندس ممدوح الدكتور إبراهيم كامل. طيب جميل ونحن نتحدث عن بشرعية مجلس الشعب والطعون، ربما أتوجه إلى المستشار زكريا عبد العزيز. هناك أيضا كلام
عن شرعية جهة أخرى، اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد في مصر. يعني من الناحية الدستورية كيف تنظر إلى هذه اللجنة، انتخابها، يعني انسحاب العديد من الأعضاء والجهات والأحزاب منها، هل ينتقص من شرعيتها؟ خاصة أن هذا هو يعني الموضوع الجدلي الرئيسي أو أحد الموضوعات الجدلية الرئيسية الآن في مصر. أنا شايف طبعا الانسحابات المتكررة من الجمعية التأسيسية إنما يصيبها في مقتل في مصداقية وجودها، لأنها ستجعل الكثيرين يحجمون عن الدخول فيها. وهذا ما رأيناه اليوم من أن المحكمة الدستورية، وإن كان أنا شخصيا أرى أنه عدم قبول أنها كانت أصلا تكون عضو في الجمعية التأسيسية، إلا أننا بعد هذه الانسحابات المتكررة قامت المحكمة الدستورية بسحب مندوبها. هذا أثر من آثار الانسحابات المتكررة. أما عن وجودها دستوريا، هي جمعية منصوص عليها بالدستور، لكن الذي وضع هذا الإعلان الدستوري قد وضع البلاد في مأزق، فكيف لجزء أن ينشئ كل؟ لا يمكن للفرع أن ينشئ الكل أو ينشئ الأصل. طيب، المفروض أن الدستور كان أولا. مستشار زكريا، ولا تملك سلطة. نعم، هل المشكلة أو هل من وضع البلاد في مأزق تحديدا هو المادة 60 أو نص المادة 60 وتفسيرها؟ كل المواد التي وضعت في الإعلان الدستوري. نعم. كل اللجنة التي أعدت الإعلان الدستوري وضعت البلاد في مأزق كبير، لأن الجمعية التأسيسية التي يجب أن ينشئها إذا كنا سنسير في الخط السليم كان الانتخابات، فبدلا من الاستفتاء الذي أجري على الإعلان الدستوري في سنة في 2011 مارس 2011، كان من الممكن أن يكون إعلان دستوري واختيار أعضاء الجمعية التأسيسية. لا أتصور أبدا أن إحدى السلطات الثلاثة تضع هي الجمعية التأسيسية. النص أيضا في المادة 60 غامض حينما تكلم، وده ما يصوب معظم المواد، إذا كانت المادة 60 تحدثت عن أنه يجتمع مجلسي الشعب والشورى من غير المنتخبين خلال مدة كذا لانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو، كلمة عضو هنا تعود على ال 100 عضو. نعم. الجمعية التأسيسية أم تعود على أعضاء مجلس الشعب؟ نعم، كانت هذه مشكلة مستشار زكريا. طيب، هل هو ممكن إصدار إعلان دستوري جديد يوضح ويفسر بشكل أكبر المادة 60 حلا للمشكلة، أم هذا غير قابل للتنفيذ؟ والله هو طبعا يمكن تعديل الدستوري، ولكن سيكون عليه استفتاء للشعب، لأن أي تعديل دستوري لابد أن يمر بمرحلة الاستفتاء، وإلا سيكون هناك طعون. ولذلك وهذا أيضا نعم، وهذا قد يكون صعبا طبعا قبل انتخابات رئاسية. نريد سرعة الانتهاء من المرحلة الانتقالية. طيب، جميل. دعني أسأل اللواء دكتور نبيل فؤاد، يعني هل سيطرت الإسلاميين كما رؤية الآن على الجمعية التأسيسية، كانت أيضا أحد أسس الخلاف القائم حاليا بين المجلس العسكري وبين الإخوان المسلمين برأيك؟ أنا في اعتقادي أن الخلاف ناشأ بعد ذلك نتيجة البيان الذي أصدره حزب الحرية والعدالة، وأشار فيه لعدم نزاهة الانتخابات القادمة بتاعت الرئاسة. هذا أصار المجلس العسكري وله حق في ذلك. النقطة الثانية وهي أنه ما حدث أمس أن المجلس العسكري حينما وجد هذا الخلاف في الشارع السياسي حول الجمعية التأسيسية أراد أن يعني يحاول أن تلتئم كل التيارات السياسية ويحاول أن يقرب بينها، ومن ثم فعقد مؤتمر معهم أمس في محاولة للتوصل لأنسب حل للتغلب على هذه المشكلة، وحدد لهم يوم اليوم للتفكير ثم الاجتمااع باكر الخميس إن شاء الله. للأسف حينما اجتمعت الجمعية التأسيسية اليوم وحدثت عمليات الانسحابات
والاعتذارات وخلافه. يعني كان الدكتور الكتاتني كان يجب أن يكون حصيفا أكثر من اللازم، ووافق على التأجيل أعمال الجمعية التأسيسية لمدة أسبوع، لكنه سمح بانتخابات الرئيس حتى يثبت الأمر الواقع. وكان يجب أن يترك الأمور برمته لمدة أسبوع حتى يكون قابلا للنقاش والتعديل داخل المجلس دون أي تعديلات أخرى من الخارج أو خلافه للأسف يعني. نعم. فأنا شايف أنه المجلس العسكري بيحاول أن يعني يلم الشمل، وأما نشوف بكرة ماذا سيتم. طيب. لننتظر لنرى ماذا سيتم باكر، ولكن بطلب من الإخوان المسلمين وبطلب من حزب الحرية والعدالة أن يتمعنوا جيدا في بيان المجلس العسكري ويقرؤوه جيدا، لأننا لا نريد الاصطدام. هل تقصد يعني الشعب، هل تقصد ما بدا باسم نفسي وباسم الشعب، هل تقصد ما بدا انه تهديد يا سياده اللواء في البيان بين قوى مختلفه في الساحه السياسيه، لا المجلس العسكري ولا اي حزب ومنهم حزب الاخوان المسلمين؟ يعني هل وارد ان ياتي الى حيز التنفيذ ما فسر على انه تهديد من المجلس العسكري؟ يعني هل المجلس العسكري قد يفكر مثلا في حل البرلمان؟ هل هذا خيار وارد برايك؟ والله يعني الخيارات كلها مفتوحة، إنما أي خيار فيهم يسأل المجلس العسكري ذاته يعني. إنما بنقول يجب على الإخوان المسلمين وزراعهم اللي هو حزب الحرية والعدالة أن يتمهلوا، سيتولوا الحكومة سيتولوها إجبارا في بعد تولي الرئيس الجديد بحكم أنهم لهم الأغلبية في مجلس الشعب، فلا داعي للتعجل، لا داعي للصدام. الصدام ليس في صالح الإخوان المسلمين وليس في صالح مصر. طيب كذلك. جميل. أستاذ إبراهيم منير، يعني أكثر من رأي يرى أن الإخوان ربما بدأوا يتعجلون في السيطرة على باقي مفاصل الدولة يعني في مصر بعد المكاسب التي حققوها. لديك الكثير طبعا لترد عليه. تفضل. على نقاط سريعة يعني. تفضل. ابتداء لم يكن بين الإخوان المسلمين ولا أي فصيل سياسي في مصر مشكلة مع المجلس العسكري بعد تنحي الرئيس السابق مبارك، والناس شكرت المجلس العسكري هذا الدور وحماية الثورة. هذه حقيقة تاريخية، أي خلاف بعد كده سياسي لا يلغيها يعني، حتى لا يقال انه الاخوان المسلمين او احد اخر كانوا ضد المجلس العسكري. لكن في البيان اتهم الجيش ربما بالسعي لاجهاض الثوره، يعني كيف لا يلغي الاخوان هذه الحقيقه التاريخيه التي تتحدث عنها؟ انا اتكلم بعد 11 فبراير العام الماضي. الامر الاخر وهو المجلس الشعبي الذي يجري، انما الهيئه التشريعيه يعني سواء كانت مجلس الشورى او مجلس الشعب، البرلمان كله عندما يعجز عن أنه يستدعي الوزراء في موعد الاستجوابات أو في موعد مناقشة التقارير، أعتقد أن هذا الكلام من يعني وليست عنده قدرة على ذلك، وليست عنده قوة على ذلك، لا بالدستور ولا بقانون ولا بأي شيء. عندما تحتقره، وأصر على هذا التعبير، الوزراء يقولوا والله أن الطريق زحمة مش هنقدر نيجي، يأجلها رئيس المجلس الشعبي المرة اليوم تاني. أعتقد لم تحدث في أي برلمان على الإطلاق، وإلا البرلمان كان يسقط الحكومة في هذا الوقت، يحدد لهم موعد والله رئيس الوزراء دعاهم إلى لجنة أخرى. هذا الكلام فيه نوع من التعويق، نوع من تعويق المجلس الشعب. أنا أيضا مجلس الشعب لما يعني في كل أعراف الدنيا بيعطى لأي هيئة جديدة 100 يوم على الأقل حتى تستطيع نحكم على أدائها بعد ذلك. عندما نقول نعمل استجوابات ونعمل مشاريع تقارير، أين المعلومات؟ هيعمل مشاريع من الهواء؟ لا يمكن. طيب. أن أقول مجلس الشعب يا سيدي الإعلام. أسألك فقط، لماذا تعيق حكومة الجنزوري عمل المجلس ولا تزوده بالمعلومات ولا تتعاون معه برأيك؟ يعني حتى بيان رئيس الوزراء الدكتور الجنزوري، كل الناس قالت قال ولم يقل على هذا الكلام. يعني أدلى بيان لم يقل فيه بشيء، وقال لن تركع مصر، وبعدها فورا تم ترحيل المجموعة التي متهمة، أنا لا أتهم أحدا، المتهم بالتمويل الأجنبي، ومن رحلهم؟ أين هي الدولة؟ هل مجلس الشعب يسأل ولا حد رد عليه؟ طيب لماذا يعني تسلك الحكومة هذا النهج؟ هذا النهج يتجاوز ما تحدثت أنت عنه من أنه تقصير، هذا أكبر من التقصير. أنا ضربت مثلا، أنا قلت لا أضيع وقت البرنامج وقت المشاهدين، أنا ضربت مثلا بالأزمة البنزين الأخيرة عندما تحدث فيها تهاون ويتهم ناس ولا يرد. يعني هل تعمل الحكومة لمصلحة قوى تعادي الثورة مثلا؟ أنا أقول مشلولة، هذه الحكومة مشلولة لا تدير شيء. ويمكن كما تفضل الأستاذ المستشار زكريا أنه حاسين أنهم هيمشوا، ما قديش أمر شيء، إنما
بالنسبه للجهاز الاعلامي الرسمي او القومي اللي بيقول عنه في الدوله، عندما تولى مجلس الشورى الجديد ومن صلاحياته حسب صفوه الشريف كان كل 3 سنوات بيجدد لرؤساء التحرير، بمجرد ما وصل الرئيس الجديد قامت طيب. الدنيا عملوا جنازات انه هيجي طيب. يغير ولا هذا هذا الاداء المشلول لهذه الحكومه لو كما فعل شيء نعم كما تصف والله لان الاخوان عايزين يسيطروا. طيب جميل، هذا الاداء المشلول كما تصف انت لحكومه الجنزوري هو ما يجعل الاخوان المسلمين ربما لا ياتمنون هذه الحكومه على انتخابات الرئاسه، هل هذا سر يعني تعجيل بمطالبتكم بتغييرها؟ يا سيدي الكريم، نحن الان يعني ثغره لابد ان تسد، لابد ان يطمئن الناس انه هذا الجهاز البيروقراطي القديم الذي أقول يعني تكلس في مواقعه وبنفس الأداء أنا أتصور أن رئيس مجلس رئيس الجمهورية القادم أخطر منصب في الدولة وفي مرحلة من أخطر مراحل مصر، لابد أن تجري بشفافية وبهدوء والناس تدري والناس تشعر أن المسألة ستسير بشكل جيد. يعني أنا أقول هذا الكلام، هذه يعني هذا التقصير المستمر دون إفصاح عن سببه، أعتقد أنه هذه لوحدها تشكك في أي مستقبل. طيب هذا يعني هذا التقصير الذي يشكك في الخطوة المستقبلية الهامة للانتخابات الرئاسية في مصر، هل هو ربما ما دعا الإخوان إلى التفكير في التقدم بمرشح رئاسي وهو موقف خالف مواقفهم السابقة؟ الإخوان أعتقد حتى الآن لم يعلنوا رأيهم في مصر الرئاسي، ولا أعتقد أن الإخوان ستتجاوزون ما سبق من إعلانه إلا إذا حدث في الأسبوع القادم. الإخوان أعلن أمامه أسبوع، إلا إذا حدث في الأسبوع القادم شيء غير الله أعلم شيء في الغيب. ما الذي قد يدفع الإخوان إلى تغيير موقفهم والتقدم بمرشح؟ ما هذا الشيء الذي قد يحدث؟ والله إذا يعني أنا أقول لا أدري حتى الآن، حتى الآن الإخوان ثابتين على موقفهم، لكن قلت أن تحددت إلا إذا حدث شيء، ما الذي قد يحدث ويدفع الإخوان لتغيير موقفهم؟ في علم الغيب ماذا سيحدث؟ أنا أقول الله أعلم في علم الغيب. لا، وفقا لمبادئ الإخوان يعني ما الذي مبدئيا قد يحدث فيدفعهم لتغيير؟ الإخوان قرروا أن لا يرشحوا أحدا منهم وحتى الآن مصرين، إنما سوق عقاظ الذي تم إذا جاز التعبير. وانا اعتقد لكن هناك حديث واضح استاذ ابراهيم لنكن محقين عن ان الاخوان بداوا يراجعوا مواقفهم بشان مساله التقدم بمرشح. يعني هي مجرد تخمينات، يعني مجرد يعني اقول انه مجرد اراء بتطرح وخيارات بتطرح وبدائل موجوده، وكل الخيارات الان مطروحه، كل البدائل مطروحه الان، وجماعه قالت انه في مجلس الشورى القادم بعد اسبوع سيحسم هذا الامر. طب. اضافه الى مساله استشاره قواعد الاخوان، مساله يعني فيها نوع من التعقيدات الكثيره مع التركيز اكثر على موقف الاخوان مساله التقدم بمرشح. هل ايضا ربما هذا ما قد يقراه البعض ان يعني الوضع الحالي بالنسبه للمرشحين وترديد اسماء قد تدخل الى الانتخابات مثل عمر سلمان مثلا، هل هذا يشعر الإخوان بأن هناك يعني اتفاقات أو أن هناك اتجاهات معينة فيسعون لمواجهة بالتقدم بالمرشح؟ لأنه الحقيقة لا عمر سليمان حتى الآن يصدر الإعلام يقول أنه صرح لن يرشح، ثم يصرح تحدث حوادث أخرى تؤكد أنه سيترشح. هذه المسائل لابد أن يكون عليها فيها حسم. طيب أسأل الأستاذ ممدوح حمزة لرؤيتك أيضا عن مسألة ترديد بعض المسؤولين في جماعة الإخوان لمسألة أنهم قد يتقدمون بمرشح لانتخابات الرئاسة، هل هو محاولة للضغط على المجلس العسكري لتحقيق مكاسب في نقاط أخرى كالحكومة واللجنة التأسيسية، أم ترى أن هناك ما هو أكبر من ذلك برأيك؟ والله يعني هما الإخوان ما تقدرش تستنبط الحركة القادمة من ما يقولونه، لأن احنا سمعنا في الأول أنهم هيترشحوا على 30% من كراسي مجلس الشعب، والنتيجة أنه هو الكلام ده زاد ب50%، وهناك دائما تعليل لما يفعلونه. فإحنا النهاردة ما نقدرش نقول هيرشحوا ولا لا، بس هما في كلام على لسان السيد المرشد ان الاوضاع اختلفت، والموضوع اللي قالوا فيه مش هنرشح قد يختلف، واجتمعوا امبارح علشان يقرروا هيختاروا مين واجلوها. وانا بعتبر يعني مثلا لازم نبص كويس قوي للعفو اللي صدر النهارده عن السيد الزعيم ايمن نور
قد يكون هذا مقدما بيضا للعفو عن المهندس خيرت الشاطر، وربما نسمع في الكام يوم الجايين عفو أيضا عنه مثل العفو بتاع أخونا أيمن. وبهذه الطريقة ممكن خيرت الشاطر زي ما بتردد في الأورقة في مصر إن هو سيكون مرشح الإخوان القادم. هذا شأنهم، من حق أي واحد في جمهورية مصر العربية أن يرشح نفسه، والشعب هيقول كلمته. وطالما في ديمقراطية علينا أن نتقبل النتائج. ولكن طيب، الملاحظة الوحيدة اللي أحب أقولها، يجب ألا نضلل كمصريين من تصريحات ثم العمل عكس ما يتم التصريح به. ده بيصيبنا بصدمة. يعني نحن نتوقع من الإخوان أن تكون الأخلاقيات في منتهى السمو، يعني طيب هل أكون يعني شيء أفعله. مهندس ممدوح، هل أقول قد أنا مش هترشح وبعدين أقول حتى يمكن أرشح؟ ده بيصيبنا في بصدمة. طيب، وقد يصير أيضا يعني حفيظة المجلس العسكري يعني، لكن هذا هو السؤال. هل في نقطة الأجواء أكمل حتى دي؟ طب أود فقط هذه النقطة هامة، يعني هل البعض يرى أن الأجواء الآن تقترب من أجواء مارس 54؟ هل هذا السيناريو وصدام الجيش مع الإخوان قد يكون قريب على خلفية ما ذكرناه، ووصولنا لنقطة أنهم قد أن الإخوان قد يتقدمون بمرشح للرئاسة؟ لا يا فندم، نهائي لا. السيناريو مختلف تماما حضرتك، لأن هناك كان في حركة ضباط أحرار هم اللي عملوا الثورة، وكان عندهم جيش وراهم وشعب هو اللي بيحميهم. دلوقتي احنا عندنا الشعب والجيش او الشعب والمجلس العسكري ما هماش على وفاق. نعم. الفترة اللي فاتت ما كانتش ناجحة. ادي واحد. نمرة اتنين، اما افتكرش المجلس العسكري هيقوم بحل لبرلمان ولا حاجة من دي ابدا. المجلس العسكري اقصى شيء هيعمله هيخلي القضاء يقول كلمته. لو المحكمة الدستورية العليا قالت المجلس غير دستوري هيتحل. انما هل تتوقع ان المجلس العسكري كده يروح مطلع قرار بحل مجلس الشعب؟ مستحيل. طيب يعني اسال يعني في كلمه واحده في نصف دقيقه استاذ ابراهيم، طب كيف الخروج من هذه الازمه والنقطه التي وصلت اليها الامور باختصار؟ يعني اتصور انه لابد ان المجلس العسكري اجتمع امس مع مجموعه من زعماء الاحزاب. انا اعتقد لابد ان تكون هناك شفافيه، ان يذهب المشير أو يذهب نائب المشير إلى 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 مجلس الشعب باعتباره هيئة دستورية المنتخبة، ويقول للناس حقائق ما تجري في البلد. وأعتقد هذا هو السبيل الوحيد لنزع أي فتيل للأزمة الموجودة في البلد، أن يعلم الشعب المصري الصغير والكبير ما يحدث في البلد وما يجري في البلد ومن هو الذي يجب أن يسأل في هذا الأمر. شكرا. طبعا فقدنا يعني لم نستطع الحصول على تقريب اللواء نبيل فؤاد، فقدنا في اللحظات الأخيرة، لكن أشكر ضيوفي في نهاية هذه الحلقة. عبر الهاتف من القاهرة كان معنا المستشار زكريا عبد العزيز الرئيس الأسبق لنادي القضاء في مصر، وأشكر أيضا المهندس ممدوح حمزة الاستشاري المعماري والناشط السياسي، وأشكر كذلك اللواء دكتور نبيل فؤاد أستاذ العلوم الاستراتيجية الذي كان معنا من القاهرة، وأشكر هنا في الاستوديو ضيفي الأستاذ إبراهيم منير القيادي في جماعة الإخوان المسلمين. ولا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أوجه لكم الشكر أنا وفريق البرنامج، لكم أنتم مشاهدي ومستمعي البي بي سي، وإلى اللقاء.